السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز، أهلا بكم. والبداية مع العناوين: رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان في بلغراد تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بقيادة الإمارات والمملكة المتحدة، مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً حول التسامح. الصين، هبوط عام في الأسعار العالمية للسلع وتراجع الطلب في أسواق المنتجات الصناعية المحلية والأجنبية. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وذلك خلال لقاء سموه والرئيس الصربي في بلغراد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية صربيا. وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلا عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة. وفي هذا السياق، غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه الرسمي عن الزيارة في تويتر قائلا: بحثت مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش في بلغراد سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الصربية ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما ودعم السلام على المستويين الإقليمي والدولي. الإمارات حريصة على إقامة الشراكات التنموية الإيجابية مع مختلف دول العالم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، تضمنت دعوة لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر. وتسلم رئيس غويانا الدعوة خلال لقائه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، حيث سلط خلال الاجتماع الضوء على فرص التعاون بين دولة الإمارات وبلاده في مختلف المجالات وعلى خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الحكومة، معربا عن التزام غويانا بتحويل اقتصادها المتنامي من خلال استكشاف نماذج جديدة للتنمية الاقتصادية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل. سلم رسالة إلى فخامته سعادة محمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين. افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023، والذي تشارك فيه الدولة بصفة ضيف شرف. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في كلمة له: بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الإمارات حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. نتابع الفيديو مشاهدينا من المكتب الإعلامي التابع لحكومة إمارة رأس الخيمة.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة 10X دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل وذلك بهدف تطوير منهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية في إمارة دبي. في فبراير 2017 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد دبي 10X طويل العمر عقب الإطلاق ب 48 ساعة اجتمعتم مع مدراء عموم الجهات الحكومية في نفس القاعة اللي نحن موجودين فيها اليوم وناقشتم الخطط وتطلعاتكم يا طويل العمر لتحقيق رؤية الشيخ محمد. منهجية العمل في المرحلة الثالثة من مبادرة دبي 10X بأنه راح يتم الإعلان واعتماد مشروع واحد ضخم على مستوى إمارة دبي سنويا. هذا المشروع بيكون بقيادة مسؤول حكومي واحد ومعاه مجموعة من الجهات الحكومية ذات الصلة. طويل العمر بتوجيهاتك بنبدأ العمل من اليوم على القطاعات الحيوية وحياة الأفراد في دبي. حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي اللقاء الدوري الأول لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها ضمن القطاعات الرئيسية للعام 2023 وذلك في مركز دبي التجارية العالمي. تم خلال اللقاء تسليط الضوء على المبادرات والخطوات التي تتخذها الدائرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مطلع العام الجاري لتعزيز مكانة دبي لتصبح من ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم إلى جانب تقديم نظرة شاملة حول أداء قطاع السياحة خلال الفترة الماضية والمبادرات التي تنفذها لجذب المزيد من الزوار إلى دبي خلال النصف الثاني من العام الجاري. استقبل صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وماليزيا في المجالات كافة بما يدعم رؤى وتطلعات البلدين التنموية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتهما مشيرا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين تشكل دفعا قويا لمسار تعزيز التعاون الإماراتي الماليزي في القطاعات كافة. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي السيناتور الدكتور زمبري عبد القادر وزير خارجية ماليزيا وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور. وناقش سموه ومعالي وزير خارجية ماليزيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمناخ، كما بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأكد الوزيران على عمق العلاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا وأشار إلى أن البلدين يتطلعان إلى مرحلة مزدهرة من التعاون والشراكة بما يدعم جهودهما التنموية. شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة حفل تخريج الدورة 16 من مجندي الخدمة الوطنية طيارين بحضور اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعددا من كبار ضباط وزارة الدفاع وذلك في العاصمة أبوظبي. نتابع مشاهدينا مقتطفات من الحفل في هذا الفيديو من وزارة الدفاع الإماراتية. We'll be right back.
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم. وقالت معالي السفيرة لانا زكنسيبا المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية فإن الميثاق يؤكد الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي. مضيفة معاليها: لقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن قرارا من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. التقى سعادة محمد حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس وزراء اليمن الشقيق، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة الأصعدة، واستعرض الجانبان مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة مسار العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة اليمنية. احتفلت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة والجامعة القاسمية بخريجي البرامج التدريبية في الإدارة العمالية والتي تم إطلاقها مؤخراً، إسهاماً منهما بتطوير الكفاءات القيادية الوطنية لقطاع العمل وترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما لتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية ضمن سياستهما الاستراتيجية الهادفة لتحقيق بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل في إمارة الشارقة. وبحضور سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، تم تكريم 69 موظفا وموظفة من القطاعين الحكومي والخاص، تلقوا عددا من البرامج التدريبية بمركز التعليم المستمر والتطوير في الجامعة القاسمية. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News. زار رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم الجزر النهرية، حيث تدير منظمة الأغذية والزراعة الفاو برامج مهارات كسب العيش للمجتمعات المحلية. وتبحث منظمة الأغذية الوضع في دولة جنوب السودان، الأمر الذي كان محور الاجتماع بالإضافة إلى استمرار الصراع هناك والمستويات العالية من العنف المرتبط بالنزاع والوضع الإنساني المتردي. اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً يقر بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراع وتصعيده وتكراره. ولأول مرة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة على المستوى الوزاري حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه، كللت بقرار صدر بالإجماع يدعو للتصدي لخطاب الكراهية والتمييز. اقتصاديا مشاهدينا، أكد فولينغ هوي المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع انخفض بنسبة 4.6% على أساس سنوي في مايو. وفي مؤتمر صحفي ببكين قال فو إن أسعار الشراء للمنتجين الصناعيين على المستوى الوطني انخفض أيضا الشهر الماضي، مشيرا فو إلى أن الانخفاض يرجع إلى الاتجاه الهبوطي العام في الأسعار العالمية للسلع وتراجع الطلب في أسواق المنتجين الصناعية المحلية والأجنبية وقاعدة المقارنة العالية مع نفس الفترة من العام الماضي. رياضيا مشاهدينا، بقوة العزيمة وروح الفريق تتنافس الفرق من أجل الفوز والتأهل للدور القادم من بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في دبي 2022، والتي تتواصل حتى 20 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. We'll be right back.
وعن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية. ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان في بلغراد تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بقيادة الإمارات والمملكة المتحدة، مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً حول التسامح. الصين، هبوط عام في الأسعار العالمية للسلع وتراجع الطلب في أسواق المنتجات الصناعية المحلية والأجنبية. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.